السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. مازال بنكرر كلامي وهنكرره كتير لحد ما الكل نتفق على الطريقة اللي أنا شغال بها دلوقتي، وهي إن مفيش سؤال يتكتب غير أسفل فيديو الإجابة. فيديوهات التعليمية ما تكتبش أي سؤال منتظر منه إجابة، ما تكتبوش تحت الفيديوهات التعليمية، اكتبوا ادخل على القناة وشوف اخر فيديو اجابة متاح فيه التعليقات واكتب سؤالك في تعليق وبيتم الرد عليك في اقرب فرصة ان شاء الله في فيديو الاجابة اللي بعديه. النهاردة اول سؤال معنا ان شاء الله، انا عاوز ابدأ مشروع التصميم وعاوز في حدود 20 ذكر رحماني او بلدي، لانه اللي ماشي عندي السؤال في مكان كويس اشتري منه يكون مطعم كل التطعيمات المطلوبة. شوف انا بالنسبة لي ما بتعاملش مع اي مزارع، انا بالنسبة لي المكان اللي بشتري منه افضل مكان بشتري منه وهو اللي برجحه لأي حد هو السوق. السوق في كل حاجة، في الغالي والرخيص والحلو والوحش والكبير والصغير، في كل حاجة السوق ان شاء الله، بس المهم تكون بتعرف تنقي وتختار. ما بتعرفش تشوف واحد تثق فيه يروح معاك ينقي لك ويختار لك، في نقى بس طبعا لازم تكون ثقة، لازم واحد تكون واثق فيه وتروح معاه السوق ويشتري لك. مواصفات خرف التسمين انا منزل فيديو وان شاء الله هننزل فيديو كمان توضيح اكتر برضك ان شاء الله، وان شاء الله برضك هنعمل فيديوهات من داخل السوق مباشرة وانا بشتري، هنعمل فيديوهات من داخل السوق اوريك ازاي تروح تعرف تنقي وتختار وتشتري من قلب السوق باذن الله. كمان من ناحية التحصينات، لا شوف انت طالما ياخد الخروف صحته كويسة وسقه كويس وشبعان لبن، انت بتدي كل حاجة عندك، مش محتاج هو يديلك، مش محتاج مش لازم تاخد كلام منه عطيت وما تاخد كل التحصينات واخد كل التطعيمات والكلام الفاضي ده، لا انت لو عاوز تحصن بتحصن عندك بعد ما بتشتري، فما تعتمدش على حاجة حصلة في الغيب ما تعرفهاش. فانت انزل اشتري من السوق البضاعة اللي تعجبك النظيفة وانت تحصن كل حاجة عندك في مزرعتك. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من لبنان. هل نستطيع تقديم قشر الصويا بدل التبن؟ قشر الصويا بالنسبة لنا في مصر هنا في نوعين، في قشر خشن، قشر خفيف، الكيس بيكون كيس كبير ما يتجاوزش 40 كيلو، كيس زي كيس التبن الكبير عندنا في مصر بتعبى في كياس كبيرة، الكيس حوالي 40 كيلو 50 كيلو، قشر صافي ده يحل محل التبن ان هو عبارة عن الياف مفيش اي مشكلة. انما في قشر تاني عندنا قشر صويا ناعم، الشكارة زي شكارة النخالة زي شكارة الردة، ووزنها في حدود 60 كيلو، ده بيكون فيه نسبة حت ناعم، فيه نسبة حت ناعم ما يعتبرش غني بالألياف قوي، يعني فيه نسبة حت، لو في نسبة الفول نتيجة التشير بيقع منه حت الفول، فده بيكون فيه نسبة بروتين كويسة يعني ممكن 10-11%، كذلك نسبة الألياف فيه تعتبر بسيطة. نسبة البروتين في القشر الناعم متوقفة على نسبة الحت، أما لو قشر ناعم وخفيف الشوال خفيف فعادي جدا تحله محل التبن مفيش مشكلة، أما القشر زي ما قلت لك من عندي الكلام بسرعة القشر الناعم ما يحلش محل التبن لو في نسبة حت كبيرة، لأنه هو كتره بيعمل إسهال. عندي نعجتين في وشهم ودانهم أوبا، أعمل إيه؟ أوبا أو جرب، ما هو في فرق يا جماعة بين الأوبا وبين الجرب، بس أنا عارف في مصر هنا في ناس بتقول على الأوبا هو الجرب ما بيميزوش ما بينهم. على العموم لو الشعر واقع، الأوب فين؟ في وشهم ودانهم، لو الشعر واقع وطلع قشرة بيضة ده جرب، محتاج تدهن مرهم كبريت، يندهن المكان الجرب ده كله أو الجوب يندهن مرهم كبريت ويتحقنه ايفوماك. لو طبعا النعجتين لو ما كانوش عشار تحقنهم ايفوماك، لو النعجتين عشار يبقى تستكفي بتحك المكان كويس توقع القشره البيضاء لغايه ما ينزل دم وبتدهن مرهم كبريت يومين ثلاثه بيختفي الجرب وبيطلع الشعر من جديد بدون ما تدي ابره الايفوماك. دهان المرهم الكبريت يعتبر علاج موضعي للجرب، يعني المكان اللي انت دهنته بس، اما ابره الايفوماك السوبر بتتحقن تحت الجلد بتعالج اي مكان انت شايفه واللي ما انت شايفه، زاد انها بتعالج الطفيليات كمان، طفيليات داخليه وطفيليات خارجيه، يعني مش طفيليات خارجيه بس اللي هو الجرب، لا بتعالج كمان الطفيليات الداخليه، ديدان الكبد، الكرش، الرئه، نغف الانف، كل ده بتعالجه ابره الايفوماك.
ازاي اعرف الخروف التسمين شارب لبن ومتاسس من اللي مش شارب؟ ده ان شاء الله الفيديو اللي بحاول اجهزه اليومين الجايين دول ان شاء الله، عشان احنا داخلين على موسم تسمين وعشان الناس تعرف تميز بين الخروف الشارب لبن اللي هو شبعان لبن ولا مش شبعان. ان شاء الله عاوز اجيب الاثنين مع بعض، عاوز اجيب الخروفين مع بعض في فيديو واحد واشرح لك على ده واشرح لك على ده عشان تعرف قدام عينك فين اللي شبعان وفين اللي مش شبعان. مش هينفع اشرح لك من غير ما اوري لك بالفيديو، فان شاء الله الفيديو ده هيكون عامل باذن الله في اقرب فرصه ان شاء الله. الاغنام عند الولاده في المره الاولى هل تحتاج مساعده ام تتم الولاده لوحدها ولا يحتاج المولود اي رعايه؟ انا داخل مشروع جديد وخبرتي محدوده. لا عادي جدا بتبقى اول والده وبتولد طبيعي، وعادي جدا تبقى ثالث والده رابع والده وتتعصر الولاده. عسر الولاده بيكون احتماليته اكبر في البكريه في اللي هي اول ولده، ولكن في نفس الوقت مش مقياس ان هي اول ولده خلاص بعد كده ما بتتعصرش، لا ممكن تتعصر بعد كده بس نسبتها اقل. يعني اذا كانت نسبه 50% تتعصر وهي اول بكريه ممكن تبقى نسبتها 20% 10% انها تتعصر وهي كبيره. اما من حال التعصر الولاده التدخل لازم يكون واحد عنده خبره، ما ينفعش اي حد يتدخل لانك ممكن تموتها. وهل يحتاج من المولود اي رعاية؟ المولود طالما نازل تمام ورضع كويس اتأكدت ان هو مسك اول يوم، لازم تتأكد ان هو مسك الحلمات وان الام فيها لبن، لبن السرسوب نازل فيها تمام، الضرع ما فيهوش التهابات، خلاص يبقى كده ما فيش اي مشكلة. المولود اتأكدت انه مسك الحلمة خلاص ما فيش اي تدخل منك تاني ان شاء الله. لو سمعت كمان المساحة المناسبة للنعجة في الزريبة، وهل ينفع يقعد في الزريبة على طول يعني ما طلعهمش بره؟ وهل ينفع تعجين غنم العساف مع الاغنام الصعيدي اللي اسمها برديسي؟ المساحه لو انت هتقفل حد ادنى ودي تعتبر صغيره طبعا، مساحه 2 متر هتاخد منك شغل كتير في النظافه، هتاخد منك اعمال كتير في النظافه، يعني ممكن كل 15 يوم بالكتير 20 يوم هتغير الفرشه اللي تحتيه. كل ما كبرت المساحه كل ما اخدتش منك مجهود في النظافه بس. فانت لو مساحتك محدوده ممكن تحسب لها 2 متر بس، هتاخد منك شغل زي ما قلت في النظافة، هتلم الفرشة كلها، هتلاقي الفرشة بتتبل بسرعة لأن المساحة تعتبر صغيرة على النعج 2 متر، دي أقل مساحة. ممكن تخليها 3 متر 4 متر 5 متر، مساحتك كل ما وسعت المساحة كل ما وفرت عليك في أعمال النظافة. هل ينفع تعجين الغنم العساف مع الأغنام الصعيدي؟ ما فيش مشكلة، أي غنمين بيتهجنوا مع بعض، بس المهم في المولود يكون ماشي معاك في السوق. عندنا هنا في اسكندرية الخروف من غير قرون ملوش سعر، الخروف البرقي كله بقرون، الاغنام عندنا بتاعتنا كلها بقرون، الخروف لما بيطلع من غير قرون بتطلع بطفره واحد في الالف، يطلع خروف من غير قرون سعره بينزل على الاقل 300 400 جنيه. فالعساف ما فيهوش قرون، فلو هجنت عليه والقرون عندك ما بتزعلش قله القرون، عدم وجود القرون ما فيش مشكله في السوق، هجن ما فيش مشكله العساف مع البرديسي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما هي أفضل زراعة للراعي مباشرة؟ في مصر هنا البرسيم، بس يفضل أنك تحشه وتديه للغنم في الزريبة، أو يتحش من الأرض وتحط في أماكن كده في طاولات أو في أماكن في الأرض واسعة، كوام يتكوم كوام والغنم تدخل عليه تاكله. إنما لو حبيت ترعى لازم تبقى عامل حواجز بحيث الغنم ما تخربش الأرض بالكامل. يعني عارف الغنم اللي معاك عددهم مثلا يكفيهم قراط واحد، بتيجي عند اخر القراط وتشد شبكه بحيث ما فيش غنم تعدي وتخش تفوت القراط، اكلتها النهارده تاكل قراط، يبقى تحدد القراط بشبكه. ده بالنسبه في مصر الراعي. طبعا كان في بره عادي اللي هي في هنا تقوي نازله جديد اللي هي النجيل الاسترالي، بس طب محدش ما شفتش حد ناجح عنده ولا اشتغل عليها. طبعا دي مراعي بتاعت استراليا بيقروا عليها وما شاء الله عليها ممتازة. بس طبعا أنا هنا في مصر البرسيم، مفيش أحسن من البرسيم. عايز أعرف مواصفات بناء مزرعة نموذجية للأغنام. والله هنحاول يعني إن شاء الله لو شفت مزرعة نموذجية كده إن شاء الله هنعمل فيها فيديو، ولو إن الأغنام مش زي الأبقار مش زي المواشي، يعني مرنة يعني ممكن يكون حوش فقط لا غير، حتة كبيرة مساحة كبيرة 200 متر على حسب العدد انت تدخله، يعني متحوطة بالسور، اوضة المخزن العلف اهم حاجة بعيدة عن المطرة والشمس، ليها سقف يعني اوضة مغلقة كويسة ما يدخلناش لا مطرة ولا شمس للعلف، وتندة سقف
في الملعب بتاع الغنم بحيث يحميهم من الشمس، يحميهم من الشمس والمطر، في المطر في الشتاء والشمس في الصيف، يتحموا فيه الغنم تحت، يقعدوا تحتيه. والباقي ملعب، والطوالة بتبقى على مد على طول السور أو في النص الحوش، يعني ليها حاجات كتير يعني تركيبات كتير. وفي اللي يبقى في سور حديد يعني على أطراف، ما يكونش في طوالة في المبنية أو طوالة خشب، بيكون فيها عبارة عن سور حديد، الغنم تطلع رأسها من الناحية التانية بحيث لما تاكل برسيم ما تهدرش وتشد البرسيم من المعالف، بتاكل تطلع رأسها تاكل ما تعرفش تدخله جوه، ليها طريقة كده. السور ده يعني ترى بيكون واسع من تحت وضيق من فوق، بحيث تدخل رأسها من فوق وتنزل ما تعرفش تسحب رأسها، تسحب رأسها تاني غير لما ترفعها لفوق، بحيث ما تشدش البرسيم وتدخله جوه، تاكل فقط لا غير، يصبح اكلت وقعت حاجة من بقها تقع بره. المهم كنا نحاول ان شاء الله نعمل فيديو عمل كده، لو في مواصفات، لو في مزرعة نزلت مواصفاتها يعني كويسة هنديك مواصفات، عاوز مواصفات نموذجية، لو دخلت مزرعة نموذجية ان شاء الله هنصور فيديو فيها ونتكلم عنها ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يبارك فيك. قرأت ان التمر لا يعطى في الصيف وان الكرش تصير سوداء، هل هذا صحيح؟ احبك في الله. احبك الله. التمر لا، ما فيش منه اي مشكلة، بتاكل طول السنة، ما فيش منه اي مشكلة. ده كلام غير صحيح، كنا في ليبيا، يعني بكلمك عن واقع كنت شغال فيه في ليبيا، وكان شغال طول السنة، بيتقال عليه حشف. في ليبيا التمر اللي هو بيستخدم للحيوانات للأغنام بيتسمى حشف، والحشف بيبقى موجود طول السنة. مزارع ضخمة ما شاء الله، المنطقة اللي كنت فيها كان فيها مزارع ضخمة كلها مزارع نخل بكميات كبيرة، فبتخزن، بيتخزن من السنة. طب وحتى التمر نفسه البني آدمين بيتخزن طول السنة في الثلاجات، والحشف بيتخزن انه بيخربش، هو مسوس اصلا، حشف مسوس بلحة غير صالحة للاستخدام الادمي، بتكون الحشفة بتاعتها خشنة البلحة غير صار مسوسة، ده كله بيتشال وبيتخزن عادي مفيش مشكلة، طول السنة بيبقى موجود، بيأكله طول السنة مفيش منه اي مشكلة ان شاء الله، صيف وشتاء بيتاكل. بس ممكن تكون انت تقصد بالكميات الكبيرة، للأسف انا مكنتش بنأكل بكميات كبيرة، بنأكل زي ما قلت لك حوالي 25% لحد اقصى 25% من العلفة، مش بأكل تمر فقط لا غير، لا كانت نسبته في العلفة 25%. هل ممكن اضافة التوم والشيح والزعتر للعلفة كم الكمية؟ والله انا بستخدمش اي توابل تعتبر دي، والبهارات ما بضيفهاش تعتبر خالص على الاعلاف، بعتبرها مصاريف زايدة، طالما ان الغنم صحتها كويسة وبتاكل كويس. ولكن بالنسبة للتوم حالة خاصة بس ممكن يعتبر مضاد حيوي كويس طبيعي، التوم والبصل. طريقة عمله ممكن يعني تهرس، تتعطش الغنم وتهرس راس توم وتحطها في المية، بس الغنم تشربها مباشرة، يعني تحطها الغنم كلها تخش عليها تشرب كويسة، مطهر معوي كويس، مطهر معوي طبيعي. ده بالنسبة للتوم والبصل، وكذلك البصل ممكن تبشر بصلة او اتنين، او تنقع بصل او اتنين تقطعهم وترميهم في المية، بس الغنم تكون عطشانة وتشربها، مش لازم كل يوم يعني مرة مرتين في الاسبوع مش مشكلة. وانا على نفسي بستخدمهاش خالص يعني عموما. هل كسب الصويا هو نفسه كسر فول الصويا؟ ده طبعا بالنسبة للاسامي، بالنسبة للمسميات عندنا هنا هي مفيش حاجة اسمها كسر الصويا. ثانية واحدة العربية تعدي. بس السؤال، هل كسب الصويا هو نفسه كسر فول الصويا؟ اول حاجة مفيش حاجة اسمها كسر فول صويا، مفيش فول صويا متشوش، مفيش فول صويا متكسر. بس هو في ناس كسب الصويا، ناس تقول عليه صويا خام، ناس تقول عليه كسر صويا، بيختلف من منطقة لمنطقة. لكن تروح تقول كسب صويا وهي الشكارة مكتوب عليها كسب صويا، الشكارة انت بتشتريها مكتوب عليها كسب صويا، والناس تقول له عاوز كسب صويا يقول لك مفيش، تقول له طب في، يقول لك في كسر صويا، في صويا خام. فهي كسب الصويا هي كسر الصويا، مفيش فول صويا متشوش اصلا في السوق. فول الصويا بيروح يتعصر، بيطلع منه زيت الصويا، التفت المتبقي هو ده كسب الصويا، والشكارة هتلاقي مكتوب على كسب الصويا، بس الناس ما تعرفوش بكسب الصويا، مش عارف، حاجات غريبة في مصر يعني. الشكارة نفسها عنده هو شاريها مكتوب على كسب الصويا يقول لك لا عندي صويا خام. المهم هو كسب الصويا هو كسر الصويا، في فول صويا حب وكسب الصويا فقط في السوق.
يعتبر فاتح للشهية. جزر فاتح للشهية وليس بديل للعلف، يعني ما نستبدلش مكان العلف، ما نستبدلوش مكان العلف، ولكن أكله للغنم ممتاز، ما فيش منه أي مشكلة، سواء الغنم سواء الماعز. الجزر، البدنجان، البطاطا، البطاطا الحلوة ممتازين للغنم، ما فيش منهم أي مشكلة، بس ما يحلش محل العلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أدوية أو فيتامينات بشرية تستعمل الغنم؟ شكرا. بالنسبة للأدوية البشرية في أدوية كتير بتستخدم، بس يعني أنا هذكرها لك، ولكن استعمالتها وبرضك نذكر لك استعمالتها بسرعة. في ستريبتوكين، ده برشام بشري للإسهالات. في كابكت برضك، ده شرب للإسهالات، دواء بشري شرب. وفي أنتينال، ده دواء بشري شرب للإسهال برضك. في برشام أموكسي، نفس النظام، ده بشري برضك للإسهال. في سوفيتاكس حقن، ده بستخدمه في حالات التهاب الضرع، يعني في مرة واحدة استخدمه في حالات التهاب الضرع والحمد لله جاب نتيجة، يعني آسف، التهاب الرحم، التهاب الرحم، مرة واحدة استخدمته في التهاب الرحم وجاب نتيجة يعني، بس هي كانت مرة واحدة. أنا كنت بستخدم على طول البنسلين، بس السوفيتاكس من فصيلة البنسلين برضك يعني، بس سعره غالي شوية. الأمبول الواحد جرام ب25 أو ب28 جنيه، ده استخدمته. في فيتامينات زي ألترا بي، ده فيتامين ب حقن بيستخدم لتقوية الأعصاب. في ديكال 12، دواء بشري برضك شرب، عبارة عن كالسيوم مع فيتامين بي، بستخدمه في حالة لين العظام، في حالة الحاجة عندها كساح أو تقوس في الأرجل أو صعوبة في المشي، ألترا بي والديكال 12، دي أهم الأدوية اللي بستخدمها يعني. هل صح الكلام منشور عن الأزولة وفوائدها؟ الأزولة اتكلمنا عنها كتير، أنا ما جربتهاش والله للأسف، بس نصيحة، ما تاخدش أي كلام عن النت من الناس المروجة للسلعة، اسأل ناس اشتغلت بيها وجربتها. فأنا ما أقدرش أفيدك بلد أنا ما استخدمتهاش، بس ما تسمعش الكلام المكتوب عن النت من غير ما يكون حد جربها، ده كلها دعاية ليها. ايه رأيك في أغنام العساف؟ هل هي جيدة أم مجرد دعاية وتهويل؟ الأغنام العساف ممتازة، ولكن احنا عندنا هنا ما زالت فطور السلالة الغية. ليه؟ النعجة غالية في حدود 5000 جنيه، النعجة الكويسة المزبوطة في حدود 5000 جنيه، وفي نفس الوقت ملهاش سوق، ما في السوق بتباع ببلاش. كنت في السوق والله والله والله، انباعت نعجة عساف نمرة واحد وكسر أربعة صغيرة، انباعت ب 2700 جنيه. لو كانت نعجة برقية كانت جابت 3500، كانت نعجة لحم 100 كيلو، 100 كيلو على الميزان، بس ملهاش سوق. لو كانت نعجة برقية 100 كيلو كانت انباعت ب 3500 مستريحة خالص، لكن هي عشان عساف والسوق ما يعرفهاش اتباعت والله ده ب 2700. شوف فرق قد ايه. فعموما يعني ما زالت فطور الغية بتتباع على الفيس بس على النت، انما في السوق ملهاش وجود، وزلازة السوق بتبقى رخيصة خالص، ارخص من النعجة بتاعتنا. ومشكلتها ان الذكر ملوش قرون، الذكر حتى هو دي المشكلة الكبيرة فيه، ان هنا في مصر لازم الذكر يكون ليه قرون. الذكر اللي من غير قرون بينزل سعره جامد. اما من ناحيه هي كنعجه بحد ذاتها هي ممتازه، توأميتها عاليه واللبن بتاعها ما شاء الله، ومعدل تحويل ممتاز. الذكر ممكن يوصل 150 كيلو، الذكر ممكن يوصل 150 كيلو 130 كيلو، بيوصل ما شاء الله. زاد ان ما فيهوش ليا الرحمن، بيوصل 130 كيلو 140 كيلو بيوصل الرحمن، ولكن الليه بتاعته بتكون كبيره، ممكن تفوت ال 10 12 كيلو. انا دبحت خروف كان رحماني 100 كيلو، كانت ليته لوحديها بس 12 كيلو على الميزان، ولكن ميزه العساف بدون ليا وتوأميته عالية ما شاء الله، بيجيب بالاثنين والثلاثة وبيشبعهم لبن ومعدل تحويل ممتاز. لو سمعت عاوزين نشوف الخروف الصغير عنتر، والله ان شاء الله حاضر بإذن الله. هو عنتر اللي من دول عنده إسهال لسه ما وقفش، جربناه مع الستريبتو وجربنا الكابكت، بس لسه الكابكت مجربه امبارح، فلسه في انتظار بس انه ينشف يروح منه الإسهال يخف، وان شاء الله ننزل له فيديو، لانه طبعا حاليا دلوقتي خفيت عنه اللبن ياما عشان خاطر بطنه تمسك، فطبعا هو حاليا بيخس، مش بيخس، مستقر على وزنه، مستقر على الزيادة بسيطة خالص، بس مجرد ما ان شاء الله يخف الإسهال
ان شاء الله هيبدا معدل التحول بتاعه يشتغل، وان شاء الله نبدا ننزل ان شاء الله مجموعه فيديوهات عليه باذن الله. ممكن ابدا اعلف المواليد من 40 يوم بحيث نبدا فطام على 70 يوم ولازم نزيد كيان دول مفطم. كلام سليم 100%، ما هو ده كلام لوتو، ان الخروف مش من 40 يوم، من 30 يوم بيدور على العلف. انا عنتر اهوت عنده ما كملش 3 اسابيع بدا يلحس في الرده، بدا يلحس في النخاله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل ياكل الغنم العلف المطحون من غير كبس ولا مكعبات؟ طبعا انا بعتبر كبس علف الاغنام هدر مصاريف زياده. كبس علف الاغنام بعتبره مصاريف زياده او غش بيداري حاجه عن طريق الكبس. امتى نستخدم الكبس؟ لما يتوفر معايا ماده في العلف، ماده غنيه يعني كويسه فيها نسبه بروتين كويس او فيها نسبه نشويات كويسه ورخيصه، ولكن الغنم ما بتاكلهاش بصورتها المنفرده وما فيش منها اي اضرار على الغنم. في الحاله دي يكون الكبس ما فيش مشكله، الماده دي رخيصه فبنضطر نكبس عشان تتكبس تبقى مع بعضيها ما يعرفش يميز دي من دي وياكلها كلها على بعضها. دي الحاله الوحيده اللي انا برجح فيها الكبس. غير كده طالما كل خام، كل ماده من مواد العلف بتتاكل بصوره منفرده يبقى ما فيش مشكله، خليك بدون كبس وما ينطحنش ناعم، ما تطحنش الاعلاف ناعمه، الغنم بتحب الاعلاف الخشنه. هل يكفي الشعير مع التبنك علف للغنم؟ طبعا يكفي، ما فيش اي مشكله. في ناس كتيره بتعلف شعير فقط وتبن بس معدل التحول بيكون بطيء. شكرا هندسه، الله يبارك فيك. في سؤال هنا للأسف ما فيش شبكة ولا إيه؟ ماشي. الخروف اللي عمره 7 شهور وزنه 50 كيلو ممكن يلقح والنعجة تقشر منه بنسبة بسيطة لو أنت متأكد إن هو يعني ممكن ينط، بس ينط يلعب، لكن يعني المفروض هو يكون في متوسط 10 شهور، لكن في حالات بتحصل بينط قبل 10 شهور ويعشر، بس حالات قليلة ما عممش عليها. يعني المفروض أقل شيء يكون عمره 10 شهور، المفروض أقل حاجة يكون عمره 10 شهور. للأسف الشبكة راحت، وفي سؤال هنا تقريبا في ده هنرجع له دلوقتي لما الشبكة تيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورة التسمين شهرين ونص وثلاث شهور وأربع أشهر بالنسبة للسنة كلها وبالنسبة لرمضان وبالنسبة للعيد الأضحى. تعلمنا من حضرتك إن السوق يتحكم في السعر، لكن سؤالي بالنسبة للعيد الأضحى، هل أبدأ التسمين في شعبان ولا في رمضان؟ وبارك الله فيك. بالنسبة للتسمين للعيد أضحى على حسب الوزن اللي أنت عاوزه. أنا عاوز أوزان تقيل، وعلى حسب الوزن اللي أنت عاوزه في العيد وعلى حسب الوزن اللي أنت هتدخله. ما ينفعش أحدد لك ميعاد. يعني أنت مثلا عاوز أوزان تقيل، عاوز 70 80 كيلو ومدخل أوزان 20 كيلو. يعني فاضل لك إيه؟ فاضل لك 50 كيلو. 50 كيلو يعني طلع 70 80، فاضل لك حوالي 50 60 كيلو. ما ينفعش ادخل في رمضان وهو عايز اجيب ال 50 60 كيلو في رمضان وشوال وذي القعده في 3 شهور هجيب ال 50 كيلو، لا ما فيش الكلام ده طبعا. مش هتعرف تجيب ال 50 كيلو في 3 شهور. فراجع للوزن الدخول، انت مدخل اوزان كام ومدخل اوزان وعاوز اوزان كام في العيد. لا والله انا عاوز ادخل اوزان 20ات وعاوز اطلع اوزان 50ات، يعني فاضل لي 30 كيلو. 30 كيلو بحسب كمتوسط في الكيلو، بحسب كمتوسط والزياده خير وبركه اللي بيجي بعد كده، بحسب كمتوسط 6 كيلو في الشهر. فاضل لي 3 كيلو يبقى فاضل لي 30 كيلو قصدي. عاوز ادخل 20ات واطلع 50ات. وفاضل لي 30 كيلو، 30 كيلو 30 على 6 فيها 5، 5 شهور. 5 شهور يبقى ارجع من العيد 5 شهور وادخل الغنم. الغنم زادت 7 كيلو، زادت 8 كيلو في الشهر يبقى خير وبركه. يعني بس انا بنحسب على الحد الادنى، المفروض انه ما يتقلش عن 6 كيلو في الشهر في التسمين السريع. المفروض لا تقل عن 6 كيلو، معدل الزياده لا يقل عن 6 كيلو في الشهر. فانت لو زي ما بالطريقه كده انت تشوف الوزن اللي انت عاوز تدخله والوزن اللي انت الوزن اللي عاوزه في العيد والوزن اللي هتدخله، واحسب عدد الشهور بحيث الزياده الشهريه 6 كيلو. هتعرف تدخل امتى. كان في سؤال هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. توحيد الشبق في 10 امهات هل هو مفيد؟ توحيد الشبق مفيد، مفيد وممتاز كمان انك انت بتعامل الغنم كلها معامله واحده.
ولكن إذا كان التوحيد الشبق بيصرف مصاريف كتيرة أكتر من فايدته يبقى قلته أحسن. في توحيد بالإسفنجات وفي توحيد بالإبر، الاثنين بيصرفوا، بس هنا تشوف المنفعة. الصرف اللي هتصرفه في الإسفنجة أو في الحقن الهرمونات هيكف يعني جايبة همها بالمصري ولا مش جايبة؟ لا، يبقى كده تسيبها طبيعي أحسن. إنما لو التوحيد هو ممتاز، لأنك أنت بتعامل الأمهات كلها مع بعضها علفة واحدة، وكلها الأمهات في مكان واحد، مفيش نقل أمهات، مفيش واحدة على وش ولادة، مفيش واحدة ولدت، مفيش واحدة حامل خلاص، واحدة لسه، واحدة فاضية، لا، بيبقى كله ما بيتعامل معاملة واحدة، كله بيولد مع بعضه في خلال 10 أيام، وكله ممكن يولد يعني في خلال أيام، مش 10 أيام، ده لو 10 بس، ممكن في خلال يومين ثلاثة، 5 أيام، ما بتتفاوت، 5 شهور وخمسة، 5 شهور وعشر أيام، في الرينج ده كده، يعني في خلال 10 أيام كله بيكون والدين. فالتوحيد ممتاز، ولكن المهم في المصاريف اللي هتصرفها، تكون جايبة همها. عندي نعجة وعايز أكبسها لحم، أعمل إيه؟ أريد أرد أسرع في وقت، وفي حاجة تانية ليتها تيجي تمسكها تلاقيها مرخرخة. ماشي، بقى عشان فاضية، واضح إن النعجة اللي عندك فاضية، اللي هي طرية، فالنعجة معظمة يعني، لما النعجة تسمن بتملى اللي هي، واللي هي تتكبس تلاقي اللي هي ناشفة. عموما أول حاجة تجرحها تديها إبرة أيفوماك سوبر سنتي لكل 50 كيلو، أو لو سوبر أردني اديها سنتي، اديها 2 سنتي لو هي 50 كيلو، 2 سنتي لو هي وزنها 50 كيلو، اديها 2 سنتي في ماك اردني تحت الجلد، وبعدها باسبوع شربة ليفافلوك. ليفافلوك اديها لو هي 50 كيلو، اديها 3 سنتي لكل 10 كيلو، 3 سنتي يعني تديها 15 كيلو، 15 سنتي، 15 سنتي ليفافلوك في الفم على قبل الفطار بعد الابره باسبوع. بعد الشربه باسبوعين عيد المتوفر عندك، اذا كان متوفر الابره اديها، متوفر الشربه اديها، ويهتم بعلفتها كويس. راجع فيديو استبر الغنم عشان تدرج لها في العلف واحده واحده عشان ما تتلكمش منك وتموت. هل اسهال البيض معديه لباقي المواليد، خاصه اذا كان لون الاسهال ابيض؟ اي اسهال عموما، ابيض اخضر اسود، اي اسهال يعتبر معدي اذا الاعلاف بتاعه الاغنام اصابها من الفضلات بتاعه الاغنام المريضه. يعني اي غنم عندها اسهال بسبب ميكروب معوي، عندها اسهال، مش اسهال ملكومه، ملكومه ديت بتعمل اسهال بس مش اسهال، لا مش اسهال بسبب الميكروب ده، بسبب الحموضه العاليه بس في الكرش. فاي اسهال ناتج من ميكروب معوي اذا اتلوثت بيه الاعلاف بتاعه الاغنام السليمه، حتى الاغنام السليمه بتتصاب. يعني الاسهال لازم تحاول قدر المستطاع، اذا كان في عندك برسيم او دريس نزل في الارض وفي غنم عندها اسهال مريضه، ما تاخدش العلف، حاول قدر المستطاع العلف اللي في الارض ده ما تاكلوش الغنم، ما ينزلش علف في الارض مكان البهايم، ما الفضل مكان الفضلات بتاعه البهايم في الارضيه. يعني حاول ما فيش اي اعلاف تنزل في الارضيه وتتحط تاني في الطواله، وما تجوعش الغنم زاد على اللزوم، لان الغنم لما بتجوع زاد على اللزوم بتاكل حتى المعفن في الارض من شده الجوع. في ناس بتجوع الغنم بتكفرها في الجوع، والله شفت بنفسي، يعني كانوا عود التبن، عود القش في الارض، والله معفن، والله كانوا بياكلوه من شده الجوع. فاي غنم عندها اسهال، لو الاسهال بتاعها تلوث بيه العلف، حتى الغنم السليمه بتتعب، يجي الاسهال يعتبر معدي اذا تلوث بيه العلف. هل يوجد طريقه لمعرفه فعاليه اي دواء من خلال تركيبته؟ انا مش فاهم سؤالك، يعني من خلال قصدك الماده الفعاله؟ الماده الفعاله لا، كل مرض ليه علاج، كل مرض ليه مضاد حيوي معين، فانت من خلال المضاد الحيوي عن طريق التجربه، عن طريق اذا كان دكتور وصفه لك وجربته وجاب نتيجه، خلاص بتشتغل عليه، بتدور على الماده الفعاله بتاعت الدواء بس، مش بتعرف من خلال اسم الماده الفعاله. لا، هو الماده، انت الماده الفعاله دي بتعالج مرض ده، انت بتدور على الماده الفعاله، مش قصه انت عرفت الماده الفعاله دي أتعرف مدى فعاليتها إزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي حلية عشر عندها كحة جافة، ما هو العلاج؟ ولا يمكن إعطائها دواء الديدان في الفم؟ إذا كانت النعجة الحلية العشر على وش قربت تولد، أصبر على ما تولد وديها، مش هتصبر النعجة، هي من ناحية الكحة الناشفة، الكحة الجافة دي، التيلوزين، احقنها التيلوزين 1 سنتي لكل 10 كيلو عضل مرة واحدة،
بتخف ان شاء الله الكحه على طول. بعد يومين لو في بواقي كحه تديها مره تاني وخلصت على كده. بس بما انها عشر تديها مره واحده فقط لا غير، حتى لو ما خفتش بعد يومين ما تديهاش، حتى لو ما خفتش بعد يومين ما تديهاش تاني جرعه واحده، بس 90% هتخف بيها ان شاء الله. اذا ما خفتش اذا ما خفتش بتكون خفت الكحه كتير. اما اعطاء الدواء الديدان ده على حسب المنفعه. ثانيه واحده الحمار ده يمشي بس. اما بالنسبه لدواء الديدان، دواء الديدان على حسب المنفعه زي ما قلنا. لو هي تستحمل تقعد لغايه بعد ما تولد يبقى الافضل تستنى ما تديهاش اي حاجه لغايه ما تولد. لو والله مش شايفها مش هتستحمل يبقى تديها وان شاء الله ربنا يستر وتعدي بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايهما افضل في حال وجود في حظيره عدد اغنام بين 50 الى 100 راس؟ هل افصل كل خروف في حواجز لوحده ام اجمعهم جميعا؟ مفيش مزرعه اغنام في العالم كل خروف لوحده. الاغنام معروفه بتعيش في قطعان قطيع، مش زي البهايم والاغنام، مش زي البهايم قصدي اللي هي الابقار يعني والجاموس. حتى الابقار والجاموس المزارع الكبيره ما بيربطوش، حتى الاغنام البهايم اللي هي الابقار والجاموس البهايم الكبيره الاعداد الكبيره ما فيش حد بيربط، بتبقى مطلوقه. الاعداد الكبيره بالتعامل معاها صعب في حاله الربط، بتبقى مطلوقه في ملاعب كبيره ما فيش حد بيربط. عندنا انا في مصر في ربط البهايم بيربط 1 2 3 4 10 20 50 وعامل له 50 حلقه في الطوائل ورابطهم. انما في الاغنام لا، الاغنام بالالافات. ما فيش اغنام في المزرعه في العالم فيها اغنام كل واحد لوحده خالص. اما حكايه حصر البولون وتعرف الخروف التعبان وما تعرفش الخروف التعبان، ده كله بيبان لما بتحط الاكل. ارجع لفيديو فيديو اسمه ايه، العلف المفتوح افضل ولا العلف على وجبتين، هتعرف ازاي تعرف الخروف التعبان. والخروف اللي عنده حصرة بول بيشذ عن القطيع برضك، ويفضل يقوم ويقعد يقوم ويقعد يقوم ويقعد. الامراض كلها بتبان، الخروف بيبان المريض في الغنم. راجع الفيديو هتعرف بالظبط ازاي تعرف من غير ما تفصل كل واحد لوحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوزن الخرفان مرة يبقى الخروف محول تحويل ممتاز، والمرة اللي بعدها نفس الخروف يبقى محول تحويل سيء جدا، مع العلم إن العلف ثابت والمادة المالئة ثابتة، مفيش أي تغيير. أرجو الإفادة. أرجو الإفادة إن أنت ما بتوزنش في نفس الميعاد اللي بتوزن فيه بعد طبعا مع ثبات الكمية، يعني إن المفروض أنت الكمية يعني وزنها وعارفها متأكد من الكميات بتاعتك، أنت مثبت نوع العلف ونوع المادة المالئة وكمان الكمية، تكون الكمية المظبوطة. مش مرة تدي كمية مظبوطة ومرة تدي كمية قليلة، على نفترض على الكمية مظبوطة. اللي بيحصل عندك ان انت بتوزن مرة ممكن قبل الأكل والمرة التانية تروح توزن بعد الأكل. المفروض لو وزنت النهاردة قبل الفطار يبقى أوزن المرة الجاية بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد 20 يوم زي ما هوزن قبل الفطار. ما ينفعش النهاردة أوزن قبل الفطار والمرة الجاية أوزن بعد الفطار. هنا لما وزنت قبل الفطار لقيته خفيف، المرة الجاية وزنت بعد الفطار الساعتين دول بيزيد كرش الخروف، وزن الخروف ممكن يزيد 3 كيلو 2 كيلو، بيشرب 2 لتر ميه لتر ميه على حسب حجم الخروف. خليه الخروف صغير بيشرب كيلو ميه لتر ميه، بيشرب لتر ميه وبياكله نص كيلو علف، ادي كيلو ونص. انت وزنه خفيف والمره الجايه تلاقي وزنه زياده ما شاء الله فوق التحويل بتاعه كيلو ونص، تفرح انت تقول التحويل ممتاز. المره الجايه تروح توزنه قبل هو خس الكيلو ونص، تروح توزنه تلاقيه لا مش جايب، ناقص من التحويل بتاعه كيلو ونص. فلازم تظبط الميعاد اللي هتوزن فيه اول مره هو نفس الميعاد اللي هتوزن فيه المره اللي بعديها. عايزين برنامج تحصين كامل للماعز. والله بالنسبه للتحصين للماعز الولاده للحفاظ على المواليد من الموت المفاجئ والتسمم الدموي والمعوي، كل اللي انت ذكرته ده ليه تحصينات. في تحصين تسمم دموي وتحصين تسمم معوي وتحصين اللي هو الموت المفاجئ، ده كله تحصين تلاقيه عند اي دكتور بيطري. اقرب دكتور بيطري ليك وروح اساله على التحصينات هيدلك عليها بالتفصيل. عندي حولي كان وزنه 50 كيلو خس وبقى 45 كيلو، مش عارف ياكل او يشرب، لما بيجي يشرب مش بيتحكم في المياه وهو وبتنزل منه زي الرياله، وعيونه بارزين خارج طريقه ملحوظه. علاجه ايه؟ الخروف اللي عندك فيه مشكله في بقه، فيه التهابات في بقه،
في افتح الفم كويس وشوفه، ممكن تلاقي الفم كله تقرحات واللسان كله تقرحات. لسه كان واحد بيسألني امبارح عن اللسان الأزرق، ممكن يكون عنده اللسان الأزرق، لازم تفتح فمه وشوفه. ممكن يكون عنده درس وجعه، في درس دارس في درس بيخبط في الدرس التاني، او في دروس مش مظبوطة صعبة عملية غلق الفم، فانت لازم تفتح البق وتشوفه. راجع المشكلة عندك في البق في الفم، عالجه. في درس مشكلة، في مشكلة تشوف حد يطلعه لك، في حاجة في درس مخلوع وانحشرت في حاجة، تخزن فيه نوايا، تخزن فيه زلطة، تخزن فيه عود، مخليه مش عارف يفتح ولا في البق، يتحكم في حركة الفم، شوف اي حد يطلعها لك. لقيت في حرارة، في تقرحات في اللسان، في الشفايف، في اللسة، يبقى كده الخروف عاوز علاج، عاوز مضاد التهابات، وعاوز كان في حرارة عاوز خفض حرارة، وعاوز بخاخ مطهر جنتيانا، دول مس الأزرق داخل الفم على طول لحد ما يخف كده. دي ان شاء الله تمام كده، خلص ان شاء الله في الإجابة، الأسئلة كلها خلصت. ياريت طبعا زي ما قلنا اللي عنده أي سؤال اكتبه أسفل الفيديو الإجابة، ومتنساش طبعا الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.